لالا خديجه الحجوبي رئيسه جمعيه قافله النور وعده جمعيه تتمنى الخير لهاد البنيتات التلاميذ اللي هما تيكبروا الظل ديال هاد المؤسسه هادي. كما كذلك السي هشام التيكيني دار كلمه باسم المزير غناخذوها معنا احنا ديال المباشر ان شاء الله باش ناخذوا لنا ديجا هضرنا على لالا خديجه ولينا الشرف اليوم نكونوا معاك. السلام عليكم، معكم تلميذه بورشه الخياطه. اليوم كان عندنا امتحان، حضرنا حويجات منهم لبسنا حويجات البنيتات الصغيورين وخيطنا بالنسبه لينا حتى حنا منتوجات لبسناها والحمد لله داز كل شيء مزيان وفي المستوى. بالنسبه ليا التحقت بهذه الجمعيه باش ان شاء الله حتى انا نطور من القدرات ديالي ونفتح حتى انا ان شاء الله مشروع في المستوى ونعاون راسي وان شاء الله حتى انا من بعد حتى انا يكون عندي صنايعيه ونساهم ان شاء الله بحول الله في التنميه ويكونوا ناس اللي هما يعني عندهم من مستوى ضعيف شويه حتى حنا نساعدوهم وان شاء الله يكون المستوى ديالنا ايجابي كاملين. كم سميتي بشرى مغوز، كنت من ضمن القافله اللي كنت من ضمن المستفيدين من القافله ديال جمعيه النور اللي بالرئاسه ديال الاستاذه ديالنا خديجه الحجوبي اللي عاونتنا وهي اللي ساعدتنا بزاف 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 هذه الجمعيه وعطاتنا بزاف وكنشكرهم بزاف. واليوم كان عندنا امتحان دوزنا الحمد لله في احسن الامور وكل شيء الحمد لله داز مزيان بالشهاده ديال اللجنه كامله والحمد لله هادشي كله بفضل الاستاذه ديالنا توريا اللي كنشكروها حتى هي بزاف بزاف وكنتمنوا من الله على انهم يساعدونا اللي نوصلوا لواحد البروجي يكون ديالنا اللي نعطيو فيه بزاف كل ما كان عندنا نعطيوه ان شاء الله. تعلمنا بزاف ديال الحوايج من ضمنهم الطبخ بجميع الاشكال ديالو بسطيلات كلهم رفيسه بريستيج درناها اليوم بجميع الحلويات بما فيهم صابليات بما فيهم كعب غزال بما فيهم العصائر لي باتيسري كامله جامعينها كامله الحمد لله بما فيها لي طارت لي سواري تشيز كيك الحمد لله كل شيء تعلمناه في هذه الورشه وهذا الشيء كله بفضل الاستاذه ديالنا اللي ديما كتوجهنا وديما كتعطينا. السلام عليكم، حفيده العلوي مديره مركز النادي النسوي المارينيا التابع لجمعيه قافله نور الصداقه للتنميه الاجتماعيه. هذا النهار كان عندنا الامتحان النهائي ديال السنه ديال 2020-2021 بالنسبه لجميع الورشات الموجوده في المركز. كان عندنا الامتحان ديال ورشه الطبخ والحلويات، ورشه الفصاله والخياطه، ورشه الحلاقه والتجميل. تبارك الله الامتحان كان في المستوى، حضروا معنا خبراء في الحلاقه، حضروا معنا خبراء في الطبخ والحلويات، حضروا معنا لجنه من التعاون الوطني. والحمد لله ملي كيساليو البنيتات وكنجيوهم الدبلومات ديالهم كنديروا لهم المواكبه، كاينه اللي كتفتح المحل ديالها، كاين اللي كنقلبوا لها على الخدمه كتخدم في لي زوطيل، كاينه اللي كتخدم في الشركات، كاين وكاينه اللي وكاين بحال دابا نعطيكم مثال المتخرجات ديال 2019-2020 درنا لهم تعاونيات، خرجت 37 تعاونيه من المركز ديالنا، درنا لهم تعاونيات ودمجناهم في واحد المشروع ديال التدرج المهني مع الغرفه ديال الصناعه التقليديه وخداو المشروع والحمد لله دابا عطيناهم انصال في وسط المركز وكيعلموا فيهم البنيتات وكيتخلصوا والحمد لله تمكنوا انهم يديروا دخل لوليداتهم وهذا هو اللي كيتسمى التمكين الاقتصادي للنساء. والحمد لله المركز غادي مزيان ونموذجي وبشهاده ديال الخبراء اللي جاوا هذا النهار والامتحان داز في المستوى وشكرا.